أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. جاء في موقع يقين نت: انتخابات العراق، توزيع القوة بين المتنفذين دون تحقيق مطالب الشعب. وجاء في القدس العربي: رئيس وزراء الأردن يجري تعديلا على حكومته. ونقرأ في شفق نيوز: البعثة الأوروبية والأممية تدخل بخلاف مع مفوضية الانتخابات بشأن دقة نسبة المشاركة. نتصفح في عربي 21: صلوات صامتة للمستوطنين بالأقصى وحملة اعتقالات بالضفة. وجاء في الشرق الأوسط: مصادر أمنية بريطانية: روسيا سرقت بيانات من أسترازينيكا لتطوير لقاح سبوتينغ. موقع الحرة: عراق، الانتخابات العراقية مقاطعة غير مسبوقة ومشاركة دون أمل كبير. وأخيرا نطالع في الجارديان: انتخابات العراق، مشاركة ضعيفة في الانتخابات البرلمانية. أهلا بكم. جاء في مقال للكاتب عبد الوهاب بدر خان هذا المقال، حيث يقول: كان الهدف من الانتخابات المبكرة الجارية في العراق إتاحة الفرصة لظهور وجوه جديدة يمكن التعويل عليها في تغيير نمط الحكم وأداء القوى السياسية، وكانت انتفاضة تشرين قد وقعت وقع الصدمة على هذه القوى، ومع أنها تظاهرات باستجابة المطالب الشعبية عبر بعض التشريعات التي أفقدت لاحقا من أي ملمح إصلاحي، إلا أنها سرعان ما اطمأنت إلى أن العنف الذي مورس ضد نشطاء ساحات الاحتجاج تمكن من رد الصدمة وتخفيف تداعياتها. حاول القمع الحكومي أيام عادل عبد المهدي وبدرجة أكبر أيام مصطفى الكاظمي أن يبقى في إطار الضرورة الأمنية، لكن العنف الميليشياوي أو الحشدي المقنع قتل مئات المحتجين وتسبب بإيذاء الآلاف جسدياً واختفاء الكثيرين لترهيبهم. وبرغم أن الأجهزة الأمنية رصدت عدداً من القتلة والمعتدين، إلا أن حماياتهم السياسية أمنت لهم الإفلات من أي عقاب أو محاسبة حتى بعد اعتقال عدد منهم. لذلك صعب على المجتمع العراقي أن يصدق أو يتوهم أن الانتخابات تشكل بوابة إلى الخلاص أو أن تأتي بأي تغيير حقيقي. فالفساد مرض عضال يعم أنحاء الجسم العراقي المسيطر على الحكم، ولم يعد ظاهرة محصورة ومحدودة، بل إن سرطانيته قادرة على التهام واجتياح أي أعضاء صحيحة قد تساعد في التعافي. وفي جسم مضروب كهذا تتعطل المناعة ويستحيل التغيير، ولا للعراقيين. لكن الثابت أن هذه الأحزاب والكتل ستبقى متصدرة الخريطة السياسية ومتحكمة برئاسات الجمهورية والحكومة والمجلس. هذه المقاطعة لا تعبر فقط عن إحباط مقيم حين تكون الدولة عاجزة عن إشعال الأمل، بل عن إدانة وازدراء لطبقة سياسية تعرف أنه حتى الذين ينتخبون مرشحيها إنما يصوتون للحفاظ على لقمة عيشهم. فهؤلاء مثل المقاطعين يرون أن ما يجري هو مجرد انتخابات أخرى، وأن التغيير الذي يأملونه لن يأتي هذه المرة أيضاً. بدر خان يقول: عشية الانتخابات كان واضحاً وجلياً أن أي تحالف لن يحصل على عدد كاف من النواب كي يفرض كلمته على البرلمان، وبالتالي فإن المعادلة التي جاءت بالكاظمي والتقت فيها إيران مع المرجعية لا تزال على حالها، ولن تغيرها أي تجاوزات أو محاولات تزوير. وإن يكن المرشح، يطرح السؤال التالي: إذا كانت المشكلة في الفساد والسلاح، فهل التغيير ممكن بالانتخابات؟ أم يبقى العراق في انتظار المواجهة الحتمية لكن المؤجلة بين الدول والميليشيات؟ موقع مركز رسام نشر مقالا جاء فيه: الانتخابات لن تؤدي إلى الإصلاح الشامل للنظام السياسي العراقي الذي سعوا إليه
فئات كبيرة من المجتمع العراقي محبطة من النظام وقاطعة التصويت، كما أنه من المرجح أن تعقب الانتخابات فترة طويلة من المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وبعد ذلك يمكن للمرء أن يتوقع رؤية أحزاب سياسية تقليدية تتوصل إلى ترتيب معين لتقاسم السلطة على غرار الوضع الحالي في العراق. حاول المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي المساعدة للتمكين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق، وذلك عبر دعم لجنة الانتخابات في البلاد وتزويدها بمهام مراقبة الانتخابات. ومع ذلك يجب أن يدركوا أن العديد من العراقيين ينظرون إلى النظام السياسي بأكمله على أنه غير شرعي. لن يفوز أي حزب أو تحالف بمفرده بأصوات كافية لتشكيل حكومة بمفرده، لكن بدلاً من ذلك ستتبع الانتخابات عملية مطولة من المفاوضات السياسية، حيث تتنافس الكيانات السياسية المختلفة للسيطرة على المناصب الحكومية المهمة والمربحة. قد يعمل الصدريون لمناصرة احتفاظ الكاظمي بمنصبه، لكن من المرجح أن يواجه الكاظمي معارضة من تحالف فتح الأكثر تشدداً، يشمل هذا التجمع أحزاباً متطرفة نسبياً مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، والتي تقاوم الجهود المبذولة لممارسة سيطرة مركزية على قطاع الأمن أو الحفاظ على قدر أكبر من الاستقلال عن إيران. وعلى الرغم من خلافاتهم الكبيرة، فإن جميع الأحزاب البارزة ستكون مستفيدة من النظام السياسي الحالي، ومن غير المرجح أن تسعى إلى إصلاحات مهمة لمعالجة الفساد أو إصلاح الاقتصاد العراقي غير المستقر بشكل خطير. يقول مركز راسام: يجب على الأوروبيين التعامل مع المتظاهرين الشباب لمساعدتهم على حماية أنفسهم، حيث لا تزال مواجهة الإصلاح الهيكلي وتمكين دعاة التغيير داخل المجتمع المدني تمثل تحديات هائلة، لكنها أكثر الطرق فعالية لإحباط المزيد من عدم الاستقرار في العراق. عن ثورة تشرين وخطاب الكاظمي كتبت الكاتبة ولاء سعيد السامرائي هذا المقال، حيث تقول ولاء سعيد السامرائي في مقالها بموقع مجلة الجاردينا: مرت قبل أيام الذكرى الثانية لاندلاع ثورة تشرين التي خرج فيها شباب وشابات من العراق في تظاهرات عارمة لإسقاط العملية السياسية وأحزابها التي جاءت مع الدبابة الأمريكية عند غزو العراق عام 2003. وقد احتفل العراقيون بهذه المناسبة في كل مدن وسط وجنوب العراق، رافعين صور مئات الشهداء الذين سقطوا طوال أشهر المواجهات على يد القناصين والميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني ورئيسه قاسم سليماني، حيث لا يتردد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولا مستشاروه والتشكيلات الجديدة المنتحلة من الكلام باسم ثورة تشرين وبأنه خرج من رحمها وحقق مطالبها وهو ادعاء كاذب. الحقيقة أن ادعاءات حكومات الخضراء لا نهاية لها، وأكبرها هو ادعاء حكومة الكاظمي بأن ما يقوم به هو تحقيق مطالب ثوار تشرين، وخاصة قيامه بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، وذلك مناف للحقيقة. لو أن الكاظمي قد قام بإجراء الانتخابات المبكرة في شهر نيسان أو حتى في شهر حزيران الماضي، لكان له الحق في القول بأنه حقق أحد مطالب تشرين، لكنه تهرب منها بحجة كورونا. إن الرغبة في تصفية ثورة تشرين واغتيال قادتها كانت المهمة الأساسية لحكومة الكاظمي قبل الشروع بالانتخابات، حيث استمر في تصفية أهم قادة ثوار تشرين واغتيال من يمكن اغتياله، وآخرهم الشهيد إيهاب الوزني منسق تظاهرات كربلاء والناشط بتنظيم وتوحيد صفوف المتظاهرين. أما الادعاء الآخر فهو يخص الكيانات السياسية الوهمية التي ترعاها حكومة الكاظمي على أنها كيانات لثوار تشرين جاءت من صلب التظاهرات. مع تسلم هذا لرئاسة الوزراء برز أكثر من وجه ومن تشكيل يتحرك بحرية ويقيم مؤتمراته في قاعات فنادق الدرجة الأولى،
يدعي انتماءه لتظاهرات تشرين وللثورة للمشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث يزعم هؤلاء أن الحل الوحيد للتغيير في العراق هو الدخول للعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات والقيام بالتغيير من داخل هذه العملية وليس التظاهرات ولا الثورة. الكاظمي ومن ورائه أحزاب المحاصصة الطائفية والعرقية لاحتواء ثورة تشرين. ولا سعيد السامرائي ترى في مقالها هذا وتقول: يتوهم الكاظمي ومعه كل أحزاب الاحتلال إذا اعتقدوا بأنهم تمكنوا من القضاء على ثورة تشرين فهي عائدة لا محال، لأن التظاهرات لم تتوقف إلا بسبب وباء كورونا واحترام المتظاهرين للشروط الصحية في التباعد وعدم الاختلاط. لكن الذكرى الثانية لها قد أكدت على أن جذوتها ما تزال متوقدة مشتعلة لم تنطفئ في قلوب العراقيين، ولا يرون خلاصهم واستعادة وطنهم وسيادة بلدهم إلا فيها. وما يحصل في الأراضي المحتلة، جاء هذا المقال في فلسطين أونلاين نقرأه، حيث جاء فيه: على الرغم من صدور قرار من المحكمة المركزية للاحتلال في القدس بإلغاء قرار سابق لمحكمة الصلح يتيح للمستوطنين أداء ما يسمى الصلوات الصامتة داخل ساحات المسجد الأقصى وباحاته، فإن هناك صورا تناقلتها وسائل الإعلام حيث يظهر فيها مستوطنون يهود وهم يؤدون صلواتهم التلمودية في ساحات الأقصى، وهي ليست المرة الأولى طبعا. هذا يعني أن التراجع عن القرار كان مجرد إجراء مخادع وشكلي، الهدف منه محاصرة آفاق ردود الفعل عليه بعدما تبين أن الغضبات الفلسطينية الفعلية تتركز في الاحتجاج على ما هو ظاهر ومرئي ومعلن من سياسات تهويدية صهيونية تجاه الأقصى المبارك. يبدو هنا أن الاحتلال قد قرر ممارسة التهويد الصامت للمسجد الأقصى بدليل حدوث اقتحامات يومية لساحاته دون أن تثير ردود أفعال كبيرة، رغم أنها تترافق مع أداء لصلوات يهودية، أي إن التقسيم الزمني والمكاني للأقصى في طريقه للتبلور، لكنه يجري بالتدريج وضمن خطط ممنهجة يصبح معها المستهجن مألوفاً مع تكراره ثم فرضه واقعاً. صحيح أن هبة باب الأصباط عام 2017 قد أسقطت قرار تركيب البوابات الإلكترونية وأجبرت الاحتلال على إزالتها، وصحيح أن معركة سيف القدس هذا العام قد أفشلت الاقتحام الصهيوني الجماعي الكبير للأقصى أواخر رمضان وبددت مسيرة الأعلام التي حشد المستوطنون لها طويلاً، لكن هذه الجولات المشرفة في الدفاع عن الأقصى لم تتكفل حتى الآن بتحييد الأخطار التي تهدد الأقصى بالكامل، ولا بإيقاف عمليات الاقتحام اليومية لساحات المسجد، ولا سيما أن هذه الاقتحامات ليست إجراءً روتينياً شكلياً، بل هي سياسة تمهد لما هو آت ولمخطط كبير يستهدف وجود المسجد الأقصى وينتظر فرصة مواتية لكي يتجلى واقعا غير قابل للدفع، وحينها لن تجدي ردود الأفعال نفعا مهما عظمت. وفي هذا المقال الكاتبة لما خاطر تقول الكاتبة وتضيف: حين نقول إن القدس كانت وستبقى قلب صراعنا وعنوان معركتنا ورمزية هويتنا الأهم، لابد أن نترجم ذلك فعلا واهتماما وإدراكا لواجباتنا المختلفة تجاه القدس والمقدسات، لأن غفلة من وعن هذه الواجبات في لحظة اغترار بما لدينا أو استهانة بمخططات أعدائنا قد تضعنا فجأة أو تدريجيا أمام ذلك الخطر، وقد تحول لمنجز صهيوني ربما، تقول الكاتبة، في حين قد يكون ما في جعبتنا حينها من ردود باهتا وضعيفا وعاجزا عن التعبير. سعيد الحاج كتب مقالا في عربي 21 حيث يقول الكاتب في مقاله:
المرتقب للرئيس التركي، اللقاء المرتقب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة العشرين التي تستضيفها روما والمخصصة لنقاش الملف الأفغاني، لكنه سيكون لقاء ربما مختلف بالنظر لسياقه وما سبقه، فهو الأول بين الجانبين بعد اللقاء الذي جمعهما في بروكسل على هامش قمة الناتو في حزيران يونيو الفائت، ويأتي بعد لقاء أردوغان ببوتين في سوتشي الذي بدوره أتى بعد تصريحات حادة من الرئيس التركي تجاه الإدارة الأمريكية الحالية وتعاملها مع بلاده. تصلب الموقف الأمريكي تجاه أنقرة بخصوص منظومة S-400 تحديداً رغم المبادرات والمقترحات التركية العديدة لواشنطن، ومنها شراء منظومة باتريوت وتأجيل تفعيل S-400 وتشكيل لجنة مشتركة لبحث تأثيراتها على الأسلحة الأمريكية. أوصل أنقرة فيما يبدو إلى حالة من اليأس من إقناع واشنطن وتغيير موقفها. تفاعل ذلك مع عدم اجتماع بايدن مع أردوغان في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واقتراب لقاء الأخير ببوتين على أرضية من الاختلاف والتوتر في سوريا تحديداً. فخرج الرئيس التركي بتصريحات نارية تجاه الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن العلاقات معها لا تسير على ما يرام. ليس هناك أي مؤشرات على حدوث تغيير في المواقف الأمريكية من تركيا وأردوغان على وجه التحديد، بل لعله من اللافت نشر مقالين خلال الأيام العشرة الفائتة في موقع فورين بوليسي الأمريكي حول موضوع خلافة أردوغان لأسباب صحية في المقام الأول، وهو الأمر الذي يبدو أن الرئاسة التركية قد أخذته على أنه رسالة مقصودة أو محتملة، فردت بنشر فيديو لأردوغان وهو يلعب كرة السلة مع تأكيد حرصه على ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع تفنيداً للمزاعم المتعلقة بصحته على ما يبدو. سعيد الحاج يقول: ليست هناك أي قرائن على أي تغييرات حقيقية قبل لقاء أردوغان بايدن لا من جهة أنقرة ولا من قبل واشنطن ما يدفع لخفض سقف التوقعات من اللقاء، فالملفات الخلافية الكثيرة والشائكة أكبر وأعقد بكثير من أن تحل في لقاء عابر على هامش قمة العشرين لتبقى العلاقات التركية الأمريكية على أرضيتها المتوترة ومسارها المتذبذب في السنوات الأخيرة بعيداً كل البعد عن الحل. نشر موقع مجلة فورين بوليسي مقالاً لمدير ملف سوريا تشارلز ليستر، قال فيه إن تردد إدارة جو بايدن بالملف السوري لصالح التطبيع مع نظام بشار الأسد وجرائمه، وقال بمجمل مقاله وفي التقرير أن نظام الأسد لم يوفر أسلوباً من القتل وتجويع المدن والبلدات وضربها بالغازات السامة واستخدم المحارق لإخفاء الجثث وجرائم القتل الجماعي في سجونه للحفاظ على منصبه. وعندما خرج المتظاهرون في 2011 وحمل العديد منهم الزهور تعبيراً عن السلام وصفهم الأسد بالجراثيم. تردد بايدن بملف سوريا يساعد محاولات التطبيع مع دمشق، ولم يعد المجتمع الدولي المتعب مهتماً بمتابعة أي سياسة عمل واضحة، علاوة على تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الجرائم. وبالتأكيد يبدو أن المجتمع الدولي قبل بعودة الأسد إلى الحظيرة ويقوم بتطبيع جرائمه، واعترف مسؤول رفض الكشف عن اسمه عن أن إدارة بايدن لن تتحرك لمنع أو عكس تحركات تطبيع يقوم بها حلفاؤها مع نظام الأسد. وفي الوقت الذي لا يتوقع فيه أحد من إدارة بايدن وضع سوريا على رأس أولوياتها، إلا أن تأكيدها على حقوق الإنسان والدبلوماسية المصممة بدلاً من الحروب الدائمة أحيت الآمال بأن تكون سوريا فرصة للعمل الدبلوماسي، ولم تستجب الإدارة لطلبات الكونغرس المتكررة وجماعات الضغط لتعيين مبعوث خاص إلى سوريا، بل وقررت في أيلول سبتمبر إلغاء المهمة ودمجها ضمن مهام مساعد وزير الخارجية
لشؤون الشرق الأدنى إيثان جولدريتش، وعلى الورق لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتسوية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015، والذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار ومفاوضات سوريا بدعم من الأمم المتحدة وتسوية سياسية تؤدي إلى حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، وكتابة مسودة دستور جديد، وعقد انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة. ويعتقد الكاتب أن غض إدارة بايدن النظر عن عمليات التطبيع أو نهجها المزدوج، تكره التقارب لكنها ترفض، وفي أحيان أخرى تسهله، هو بمثابة تفويض الاستقرار تجاه الشرق الأوسط، وبموجب هذا تعطي دول المنطقة الرخصة لكي تحل المشاكل الإقليمية بنفسها. وختمت بالقول: وبأقل دعم أمريكي في هذا المسار لن ينتفع سوى الأسد والجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية. ويمثل التقارب الإقليمي مع دمشق تهديداً لملايين اللاجئين السوريين، فالتقارير عن اعتقال المخابرات الأردنية الصحفيين السوريين وتهديدهم بالترحيل مثيرة للقلق وصورة عما يخبئه المستقبل. وفي خبرنا اليوم بعيداً عن السياسة، كشف رئيس بورصة السلع في ولاية ريزا المطلة على البحر الأسود عن تقديم طلب رسمي إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمبنى ضخم على شكل كوب شاي ليكون أكبر كوب شاي في العالم. وتشتهر ولاية ريزا التركية أو ولاية الشاي بزراعة نبات الشاي الذي يعد المصدر الرئيس لاقتصاد الولاية، ويليه مزارع النحل وصيد الأسماك. ويبلغ إنتاج الولاية من الشاي 65% من إجمالي ما تنتجه تركيا بحسب مسؤولين محليين. وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن مشروع بازار الشاي تم بناؤه على شكل كوب شاي على ارتفاع 30 مترا، ويتكون من 7 طوابق وعلى مساحة 9500 متر مربع، وسيكون مخصصا للشاي بكافة أنواعه. وداخل مبنى كوب الشاي المكون من 7 طوابق سيكون هناك متحف للشاي، ولا سيما للشاي تحكى قصة زراعة الشاي من الأرض حتى الكوب وشرفة مشاهدة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.